الاستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الاسكان. ازاي حضرتك؟ مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طيب خلينا في الاول عايزه اعرف من حضرتك ابعاد الزياره دي واهميه المشروع ده بشكل عام. بدايه احنا جايين بالوفد الرسمي المصري اللي بيضم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه وعدد من مسؤولي الوزارتين ومسؤولي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وكذلك عدد من الرؤساء ومسؤولي البنوك المصريه بالاضافه الى التحالف المصري بقى اللي بينفذ المشروع اللي هو سد جوليوس نيريري زي حضرتك ما قلتي من شويه اللي هم شركتي المقاولين العرب والسويدي الكتريك عشان النهارده في احتفاليه يحضرها رئيس الوزراء التنزاني بمناسبه تحويل مجرى نهر روفيجي واحنا يمكن الكاميرا لو جابت دلوقتي النهر بيتحول مجراه عشان يستكملوا بناء سد جوليوس نيريري اللي حضرتك اتكلمت عنه اللي هو هيحقق حلم الشعب التنزاني اللي منذ سنوات في الحصول على الطاقه الكهرومائيه. المشروع ده هيوفر طاقه كهرومائيه للشعب التنزاني عشان يبدا بقى يحقق احلامه في التنميه والمشروعات الخدميه والتنمويه المختلفه. منذ سنه ونصف تقريبا كنا هنا في دار السلام عشان نوقع عقد المشروع او نحضر توقيع عقد المشروع وكان موجود رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي ورئيس الجمهوريه التنزاني وكان في من ساعتها حتى الان متابعه حساسة للمشروع وعلى أعلى مستوى سواء من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي بيكلف منذ توقيع العقد بالالتزام بالشروط التعاقدية للمشروع وإحنا ندي سمعة طيبة لشركتنا المصرية اللي بتنفذ هذا المشروع ويكون هو المشروع ده علامة مضيئة على ما يحدث من مصر في مصر حاليا من نهضة عمرانية وخاصة في قطاع تشييد البناء. طيب أستاذ هاني حضرتك والكل عارف أن المشروع ده بيتم بتحالف شركتين مصريتين اللي هي السويدي إلكتريك والمقاولين العرب. فكرة إنجاز مشروع على أرض في أفريقيا بتعاون مصري أو بأيادي مصرية ده بتشوفوه إزاي وإلى أي مدى ممكن يكون ليه تأثير على شكل مصر عامة في أفريقيا؟ ده بيدي أكتر من رسالة يا أستاذة. أولها طبعا أن احنا كدولة مصرية لنا تاريخنا الأفريقي وبنفخر بأن احنا دولة أفريقية بنساند ونشارك كل الدول الافريقيه في تحقيق طموحاتها التنمويه بندعم بشركتنا اللي اصبح ليها باع في قطاع تشييد البناء وحققت طفره في الفتره الاخيره بندعم المشروعات التنمويه اللي بتنفذ في افريقيا بشكل عام مش بس في تنزانيا. احنا عندنا شركه زي المقاولين العرب عندها شغل يمكن في اكثر من 17 دوله في الدول الافريقيه كذلك السويد الالكتريك وكذلك شركه المختار ابراهيم وعدد من الشركات التشييد من شركات قطاع المقاولات المختلفه لهم شغل كبير في افريقيا. دي قوتنا الناعمه يا استاذه، دي سفراء فوق العاده لمصر. لما تلاقي هنا المهندس المصري هنا العامل المصري بينفذ مشروعات تنمويه تخدم الدول دي هيكون دي ده أطيب الأثر في نفوس الأشقاء في الدول المختلفة. طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن منذ يعني أن تولى أو منذ فترة حينما كانت مصر هي رئيسة الاتحاد الإفريقي أولى إفريقيا اهتمام بالغ واهتمام مختلف، ده انعكس بشكل كبير على زي ما حضرتك قلت على المشروعات اللي تمت في أفريقيا. المشروع ده في حد ذاته من أضخم المشروعات اللي حصلت في أفريقيا، هل ده ممكن يكون الباب لمشروعات وتعاون مختلف في مجالات مختلفة؟ طبعا زي حضرتك ما قلتي المشروع ده من أضخم المشروعات فعلا عشان الناس تبقى عارفة تكلفته حوالي تقريبا 2.9 مليار دولار المشروع ده، وده طبعا هيكون زي حضرتك ما قلتي برضو الباب لمشروعات أخرى عشان كده احنا مهتمين بيه جدا انه يكون هو نواة لعدد آخر من المشروعات وهو مشروع ضخم وهيكون رسالة لكل الدول الإفريقية ان مصر قادرة على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في توقيتات زمنية المحددة وكذلك بالكفاءة والجودة المطلوبة. يمكن يعني هاخد من كلام حضرتك اخر جمله، كان في تصريح لمعالي دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هو فكره ان المشروع ده هيخلي العالم كله يشوف مدى التزام ودقه الشركات القطاع المقاولات او القطاع الخاص بتاعت المقاولات في ان هي تنفذ مشاريع باعلى جوده وفي اقل فتره زمنيه. احنا الحمد لله في مصر في السنوات الست السابقة شفنا كلنا مصر حققت طفرة في القطاع ده كبيرة جدا واصبح لها سمعة طيبة مش بس في المنطقة يمكن
عالميا كمان. احنا الحمد لله بقينا عندنا طفره في المشروعات المختلفه اللي بتنفذ في قطاع التشييد والبناء، سواء الطفره دي اتحققت سواء في التوقيتات الزمنيه اللي الشركات المقاولات بتاعتنا ملتزمه بيها، وكذلك في جوده التنفيذ. عملنا ريكورد وعملنا ارقام كويسه جدا في الطرق والبنيه الاساسيه، عملنا ارقام كويسه جدا في تنفيذ مشروعات الاسكان. الحمد لله شركتنا بدات تاخد مشروعات في كبرى في دول اخرى، عشان كده احنا موجودين هنا، لان شركه المقاولين العرب والسيدو الكتريك دخلوا في مناقصه عشان يحصلوا على المشروع ده، والحمد لله فازوا بالمشروع من زي ما قلت من سنه ونص، وتم توقيع العقد النهارده. والرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان تولى رئاسه الاتحاد الافريقي كان دايما بيقول ان احنا لازم نهتم بتوطيد العلاقات واسر التعاون بيننا وبين الاشقاء في الافارقه، لان ده ظاهرنا وده اصولنا الافريقيه. فبالتالي وجودنا النهارده رساله مهمه جدا لمسانده والتعاون مع الدول الافريقيه. يمكن في حاجه اكيد حضرتك لاحظتها معايا من ساعه ما الوفد المصري الرسمي وصل تنزانيا، وفي استقبال وفي حفاوه. يمكن هل الشعب التنزاني مدرك حجم هذا المشروع الضخم، مدرك فكرة أن هذا المشروع سيضع تنزانيا في طريق نحو التنمية بشكل كبير؟ الشعب التنزاني كله بيضع هذا المشروع زي الحلم، ويمكن احنا يمكن انا وحضرتك شويه صغيرين ما عشناش ايام ما كانوا بيبنوا السد العالي في مصر ايام الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ولكن احنا لما حضرنا توقيع العقد ورئيس الجمهوريه التنزاني اتكلم عن المشروع ده والتحديات اللي بتقابله تقريبا بتشابه الى حد كبير بين مشروع السد العالي بتاعنا والتحديات اللي كانت بتقابلنا. ويمكن كان الحضور ايام في يوم توقيع العقد من كل فئات الشعب، البرلمانيين كانوا حاضرين، التنفيذيين ممثل في الحكومه طبعا كان رئيس الجمهوريه حاضر، رجال الدين بمختلف طوائفهم كانوا حاضرين، والكل اكد ان الشعب التنزاني كله بيقف وراء الحلم ده اللي عايزين يحققوه. وكانت رساله مهمه جدا كمان ان احنا كمصريين بنساهم في تحقيق حلم الشعب التنزاني، وجنبا الى جنب. يعني لو شفت الموقع حضرتك هتلاقي العمال المصريين موجود معاهم العمال التنزانيين، المهندسين المصريين موجود معاهم المهندسين التنزانيين. فدي رساله مهمه جدا ان احنا معا سنحقق حلم الشعب التنزاني. وفي رساله مهمه ثانيه ان احنا مش بس جايين ننفذ المشروع، لا احنا كمان بندي تدريب للعماله المختلفه في قطاع تشييد البناء. ويمكن ده قاله لي رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب، ان هم عرضوا ان هم يدربوا كل من يريد التدريب في قطاع تشييد البناء من الاخوه التنزانيين. كمان بادر بمبادره ان قال يا ريت كل طلبه كليات الهندسه في تنزانيا يحضروا الموقع العمل هنا عشان يشوفوا المراحل التنفيذيه للمشروع ويطلعوا على الموقف اولا باول. استاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان، انا بشكر حضرتك جدا على كل المعلومات والايضاحات دي.